مرحبا، أنا اليوم أقوم بدور ساعي البريد. تعالوا نشاهد مدى براعة الصف الرابع في اللغة العربية. أنا ساعي البريد، موظف نشيط، أوزع الرسائل لمن يريد. أنا ساعي البريد. أنا ساعي البريد، موظف نشيط، أوزع الرسائل لمن يريد. ما هو الضمير المتصل للمفرد المتكلم؟ 2. ما هو إعراب الفعل المضارع؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. سؤال: ما نوع الفعل يزرع؟ مضارع. ما هو ضمير الغائب للجمع المؤنث؟ هنّ.